ازيك يا رضوى؟ ازيك انت يا فاطمه؟ عامله ايه؟ قمر يا رضوى، ربنا جميله يخليك، ربنا يخليك يا روح قلبي. والله انت محليه البرنامج. ربنا يخليكوا ليا كلكم. قولي لي يا فاطمه، عايزه ايه يا حبيبتي؟ عايزه يعني ايه مع ايه؟ خطيبي واحد واحد. اوكي. وانا 22/8. 22/8 ده اسد. و24/1. و24/1. مين 24/1؟ 19/7 انا. لا استني، خطيبك 1/1. ايوه. وانتي و22/1. 22/1. 22/8. 8. ايوه 8. طيب دي حاجه. ده هي ده انتي الاثنين هي. طيب في حاجه تانية يا فاطمه؟ 24/1. 24/1 بقى. و19/7. و19/7 مين الراجل ومين الست؟ يعني مين فيهم؟ 24/1 الست و19/7 السرطان الراجل. اوكي شكرا يا فاطمه. طيب فاطمه واحد ده خطيبها، 1/1 برج الجدي، وهي 22/8 الاسد. الاسد. بصي هما مختلفين، بس اللي بيجذبهم جدا لبعض ان الاثنين طموحين جدا. يعني اوكي. انا بشوف انه اللي بيخليهم ينجذبوا لبعض انه الاثنين بيدفعوا بعض لقدام. بلس انه 1/1 الحياه رومانسي، وفي من شخصيه الاسد، يعني رقم 1 ده رقم الشخص، فهو في يعني في منها حته الرومانسيه هتجمعهم حلو قوي. اوكي. يعني على المستوى العاطفي اقول اوكي. هي بس في مشكله وحيده انه الاثنين عندهم روح قياده عاليه قوي، كل واحد عايز يمشي كلامه، فعايزه اقول لها خدي بالك مع الجدي هو المسيطر. مع الاسد؟ ومع الاسد. فهي لو انت ليه؟ لان ده كوكبه زحل عنده قوانين صارمه. فلو انت مشيتي على قوانينه هتبقي انت ملكه متوجه، وانت دايما هدفك انك تكوني ملكه متوجه.